وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة والأخوات الفاضلات، فمرحبًا بكم في لقاء متجدد يجمعني بكم على مائدة كتاب الله تبارك وتعالى في مجالسنا الموسومة بزبدة التأويل الأثري من مختارات الإمام الطبري رحمه الله تعالى. ومجلسنا هذا والمجلس 55 بعد 200 من مجالس زبدة التأويل، حيث تكلمنا في مجالسنا السابقة عن مقدمة التفسير وعن آيات سورة الفاتحة، ثم عن 81 آية من آيات سورة البقرة، وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى في الرد على اليهود الذين زعموا أنهم لن يمكثوا في النار إلا أياماً معدودة بقدر عبادتهم العجل، واختلفوا في عدد هذه الأيام التي سيمكثونها في النار، فمنهم من قال هي 7 أيام، ومنهم من قال هي 40 يوما، يمكثون 40 يوما. وربنا تبارك وتعالى أبطل أقوالهم، فقال سبحانه وتعالى رادا عليهم: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد اختار الإمام أبو جعفر رحمة الله عليه، أي أبو جعفر الطبري، أن بلى أصل معناها أو أصلها بل، وزيد فيها ما سماه ياء، وهي الألف المقصورة في آخرها، يعني أصل الكلمة بل، باء مفتوحة ولام ساكنة، ولكن ليكون لها جوابا ف أضيف إليها الألف المقصورة حتى يكون الجواب. وأصل أبو جعفر رحمه الله تعالى أن كل سؤال يكون فيه نفي في أوله يكون الجواب عليه بلى، وأن كل سؤال يكون مثبتاً يكون الجواب عليه نعم. فحين أقول مثلاً: ألستم من صليتم اليوم الفجر؟ فماذا يكون الجواب؟ بلى، لأنه بداية نفي. ألستم نفي، هذا ألستم من صليتم الفجر؟ تقولون الجواب بلى. وأصل الجواب بلى هذا هو أصله بل، لكن أضيفت عليه الألف المقصورة حتى يصلح جوابا. وأصل رحمه الله تعالى أن كل سؤال فيه إثبات الجواب عليه نعم. فحين أقول مثلا:
أنتم صليتم الفجر اليوم؟ فالجواب نعم، لأن فيه في البداية إثبات وليس فيه نفي. وهكذا كل سؤال يبدأ بالنفي فجوابه بلى، وكل سؤال يبدأ بالإثبات فجوابه نعم. فالله تبارك وتعالى رد عليهم حين قالوا لن تمسنا النار، نفي، فقال لهم بلى، بلى بعد هذا التأصيل لهذه الكلمة، بلى من كسب سيئا. وقد نقل اختار أبو جعفر أولا أن السيئة هنا ليست على إطلاقها، إنما هي سيئة مقيدة، أو ليست سيئة على عمومها، بل هي سيئة مخصصة، مع أنها نكرة في أصلها، ولكنها نكرة في سياق الإثبات. سيئة تفيد عموم السيئات، لكن ما جاء بعدها يبين أنها ليست على إطلاقها وليست على عمومها، إنما هي سيئة مخصوصة مقيدة بقيد، وهو الخلود، أن صاحبها خالد في النار، وهو الذي بيّنه آخر الآية، فقال بلى من كسب سيئة. ثم اختار أبو جعفر أن السيئة معناها الشرك بالله، أن هذه السيئة هي الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم نقل أبو جعفر عن علماء التفسير الذين فسروا السيئة في هذا الموقع وفي هذا الموضع من هذه الآية بالشرك، ساق عن ابن عباس أولاً، ثم ساق عن تلاميذه ابن مجاهد وعطاء بن أبي رباح، وساق عن تلاميذهم عن السدي وعن قتادة وعن الربيع بن أنس. وهؤلاء علماء التفسير في الأمصار في زمانهم، فساق عن أهل مكة وأهل المدينة، أهل الحجاز وأهل الكوفة وأهل البصرة وأهل خراسان، إجماعهم على أن السيئة في هذا الموضع من هذه الآية هي الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم نقل نقلا عزيزا جدا، وهو الإجماع، أي إجماع علماء التفسير من أهل الأمصار الذين أشرنا إليهم، أجمعوا على أن السيئة المراد بها الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم رد بعد هذا الاختيار ثم نقل الإجماع، رد على من قال بعموم السيئة من الخوارج ومن المعتزلة ومن الفرق الضالة، وأن هؤلاء الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة مرتكب السيئة، لأن السيئة تشمل الكبائر وتشمل الصغائر وتشمل الشرك بالله تبارك وتعالى، فهو في اختياره وفي نقله عن أئمة التفسير وإجماعهم على أن السيئة المراد بها الشرك، يردون على من قالوا بأن السيئة في هذا الموضع يراد بها أي خطيئة، أي سيئة، أي ذنب، أي كبيرة، أي صغيرة، فناقشهم وأن كلامهم باطل، لأنه إذا كانت هذه الصغائر، هم يتفقون معنا على أن الصغائر لا تخلد في النار، التي تخلد في النار الكبائر،
فيناقشهم ويقول لهم إذا كانت الصغائر لا تخلد في النار فما هو التفريق بين الصغيرة والكبيرة عندكم؟ فسيضطربون في ذلك فلا يقولون جواباً إلا ويرد عليهم. ولذلك أنكر عليهم القول بأن أصحاب الكبائر في النار، لأن الله تبارك وتعالى فرق في ذكر السيئات بين صغائرها وكبائرها وبين ما يحيط بها بما بعد هذه الكلمة من هذه الآية: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. فسر أبو جعفر بعد أن رد على الخوارج والمعتزلة القائلين بخلود أصحاب الكبائر في النار، والمعتزلة الذين قالوا بأن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. طبعا أبو جعفر رحمه الله تعالى لا يذكر هذه الفرق بأسمائها في ردوده، إنما يذكرها بصفاتها، فيقول مثلا: وقال بعض أهل البصرة، لأن المعتزلة أين كانوا؟ كانوا في البصرة. يقول: وقال بعض أهل البصرة، أو يقول: وقال من قال بخلود أصحاب الكبيرة في النار، يشير إلى الخوارج إشارة ولا يسميهم تسمية. لكن معلوم أن هذه عقائد هذه الفرق الضالة. ثم انتقل إلى قوله عز وجل: وأحاطت به خطيئته، ففسر وأحاطت الإحاطة الإحداق، قال الإحاطة الإحاطة الإحداق، فأنا أقول عن هذه أنا محيط، يدي محيط محيطة بها، أي محدقة بها. واستشهد على الإحاطة بالحائط الذي يكون، نقول مثلا حائط المعهد أو حائط الحديقة. لذلك الحدائق التي انتشرت أسماؤها في لغة العرب يقولون لي حائط، يعني جدار وداخله الزرع أو داخله البيت. ثم استدل على هذا المعنى اللغوي بقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف في صفة النار: أحاط بهم سرادقها. فالإحاطة الإحداق، أي النار تحيط بأهلها، أحاط بهم سرادقها. فاستشهد على معنى الإحاطة بالإحداق بآية من كتاب الله تبارك وتعالى بعد أن بيّن معنى الإحاطة لغة. ثم نقل اختار قبل أن ينقل اختار أن الإحاطة هنا لمن لم يتب ولم يرجع عن خطيئته، وأحاطت به خطيئة. خطيئته أيضا مثل سيئة في أول الآية، خطيئة هنا نكرة تفيد كل الخطايا، الصغائر والكبائر والشرك بالله تبارك وتعالى. ولكن لاقتران السيئة بالخطيئة، وقلنا أن السيئة هنا الشرك والخطيئة تتبعها لأنها معطوفة عليها، فهي الشرك بالله تبارك وتعالى وليست مطلق الخطايا وليس عموم الخطايا، إلا إذا لم يتب صاحبها منها، فعندئذ يراد بها الخطايا صغاراً وكباراً، وهو معنى قوله عز وجل: وأحاطت به، أي هذه الخطيئة كأنها استحوذت عليه، صار هو في بؤرتها فلم يخرج منها، فعندئذ تشمل الصغائر والكبائر إضافة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. وأحاطت به خطيئته، أي لم يتب منها ولم يرجع عنها حتى مات عليها. ثم نقل ذلك في 9 آثار عن 7 من السلف
وأنهم أجمعوا على أن هذا في من لم يتب من خطيئته، أما من تاب من خطيئته فليس من أصحاب النار الذين هم فيها خالدون. قد يدخل النار يعاقب على قدر خطيئته، وبالتالي يخرج منها، وأما إذا تاب منها قبل أن يموت. فجاءت النصوص الكثيرة الصريحة الصحيحة المنبئة على أن التوبة تجب ما قبلها، وأن الإنابة إلى الله تبارك وتعالى تكفر هذه الخطيئة إذا كانت دون الشرك بالله تبارك وتعالى. مهما كانت هذه الخطايا أحاطت بصاحبها، إذا خرج منها كيف يخرج منها؟ يخرج منها بالتوبة، يخرج منها بالإنابة. فإذا خرج منها بتوبة أو إنابة لا يحاسب عليها إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، فهو داخل في المشيئة. ولكن الرجاء أنه لا يحاسب، بل تبدل سيئاته حسنة، كما في قوله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية جاءت بعد ماذا؟ جاءت بعد ذكر الكبائر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ماذا بعد هذه الكبائر؟ كبائر. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، ويخلد إلا. وهنا جاءت الخروج من هذه الخطيئة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي آية طه: وإني لغفار لمن تاب، الآية التي ذكرناها قبل قليل في الفرقان، آية طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالله تبارك وتعالى بالتوبة والإنابة والعمل الصالح، بعد هناك شرط آخر غير التوبة والإنابة، العمل الصالح بعد التوبة: وعمل عملا صالحا. فمرة ذكر العمل وأيده بالمفعول المطلق عمل عملا صالحا، ومرة ذكر العمل أو أكثر من مرة ذكر العمل ولم يذكر المفعول المطلق معه وعمل صالحا. فلا بد من العمل الصالح الذي يبدل الله به، لأنه عمل صالح، يبدل الله عز وجل به هذه السيئة إلى حسنة. هي سيئة، السيئة بقيت سيئة، اسمها سيئة: الشرك بالله، قتل النفس، الزنا، أي كبيرة من الكبائر سيئة، لا تصبح عملا صالحا، هي لا تصبح حسنة. ما الذي يجعل الحسنة؟ الذي يجعل الحسنة العمل الصالح: وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم. هذه السيئة تبقى اسمها سيئة، لكن حكمها عند الله سبحانه وتعالى بعد العمل الصالح: وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم. التي ولاحظوا أن سيئاتهم هنا مضافة إلى الفاعل، السيئة تبقى سيئة باسمها، لكن لما أضيفت لعاملها للعامل الذي عمل الصالحة بعدها: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم مخصوصة التي عملوها إلى حسنات، أما السيئة يبقى وصفها واسمها سيئة. أما لمن عملها صارت حسنة بعمله الصالح
الذي عمله. فأبو جعفر رحمه الله تعالى جعل الشرك السيء شركا، الخطيئة شركا، فما دونه إذا لم يخرج منه صاحبه فأولئك، اسم الإشارة إلى أصحاب هذه السيئة والخطيئة، أصحاب النار هم فيها خالدون، على أنهم لم يخرجوا من سيئاتهم، لم يخرجوا من خطيئتهم، استحقوا الخلود في النار. وبالمقابل جاءت الآية التي تليها، الآية 82 من آيات سورة البقرة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هو الذي سنتكلم عنه إن شاء الله في مجلس قادم، وكيف أن الخلود لأصحاب الشرك دون أصحاب الإيمان والعمل الصالح الذين يستحقون على ذلك الجنات. جعلنا الله وإياكم من أهل هذه الجنات خالدين فيها، وكفر الله عز وجل عني وعنكم السيئات، إلى أن ألقاكم في الآية التالية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.